جيسوس عمي غرم ديالو يا الله نغيلك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم أصدقاء؟ رجعنا في فيديو جديد، حلقة جديدة عن لعبة جديدة اسمها QBE2. طبعا هي اللعبة موجودة من فترة، موجودة بأبي جيمز، كنت مشتريها وكنت تاركها، ومبارحة ما بعرف اليوم هيك كنت مالل، وتعرفوا صار لي كم يوم ما نزلت فورتنايت لأنه صاير المحتوى صفر، ما بعرف شو السبب، ما بقدر أطالع شيء معي. المهم فقررت انزل لعبة جديدة والعبها، فطلعت فوت شاي اللعبة فحبيت اجربها ونزلتها، عجبتني جدا وحبيت اشارككم بهذا الفيديو الصغير. يعني انا خلال عم بلعبها في لعبة جدا حلوة. طبعا رح احكي لكم قصتها بشكل مختصر. هي اللعبة يعني تحكي عن ايميليا كروس، هي عمتها ثار تقطع، يعني تقطع فيها الطريق، ما قدرت فاقت المهم، لقت حالها بنص بين الرمال مثل ما شفتوا، وبعدين بلشت تفكر شلون بدها تطلع من هذا المكان حتى تقدر ترجع على البيت. كل ما قلنا لك وهي عبارة عن حلقة الغاز مثل ما نكون سوبر ليمينار، نفس النظام تقريبا، بس هون الفيزياء تبعتها مختلفة شوي. في عندك الغاز، في عندك الوان لازم نستخدمهم، اللون الازرق هو ينططني، واللون الاحمر يطلع لي مثل مكعب، واللون الاخضر بيطلع لي مكعب صغير. بدي استفيد من هاي الميزات اللي معطيني اياها حتى اقدر اخلص اللعبة. طبعا بهذا الفيديو خلصت لكم 3 شابترات، في يمكن هن شي 12 شابتر او 10 شابتر، ما بعرف شو كم فصل موجود. المهم انا خلصت 3 فصولي. مشاهدة ممتعة لنهاية الفيديو، إذا عجبك الفيديو حط لي لايك حتى أكمل لكم السلسلة للأخير، وإذا ما عجبك الفيديو حط لي ديسلايك مشان أكنسل عليها وأحذف اللعبة مباشر، وأهم شيء ما تنسى اللايك. وطبعا رح تقدر تشوفوا رابط الشراء تبعها موجود بأسفل صندوق الوصف إذا تحبوا كمان يعني تشتروها. طبعا ما تنسى كود S70 لأنه رح يدعمني، رح يعطوني 5% من أرباح أو من حق اللعبة اللي رح تدفعوها أنتم، رح يعطوني 5% للي شايفين شغلة 5%، وهي كلها بعضها حق 10 دولار. المهم اهم شيء تحط لايك اذا عجبك الفيديو، اذا ما عجبك الفيديو حط ديسلايك مشان اعرف ان السلسله ما حبيتوها او الفيديوهات ما حبيتوها حتى اكنسل على الفكره واحذف فورا اللعبه. مشاهده ممتعه. جيسوس عمي غرم ديالو يا الله Hello? Can you hear me? God, what have I got myself into? I am understand, doctor. Yeah, I'm gonna try it, please. I'm gonna try it. I'm gonna try it. I'm gonna try it. هيدا نسويه شخص التالت والله كرهه الله فخمامة انجر هل في ذري سر هاي لازم نطالع بالأول Emma, I've found something. Extrude function. Code colored red enabled. Recommended action. Place red cube on white panel. What the? Why would these be here? صار عندي ميزة اني اقدر اطلع شوي يعني عزيز صار تمام بدي اطلع لان تفوق من الزرقاء وطلع يا غطفي انت ذلك نايس
حبي ولا لازم نسوي احمر نطلع هاي هي كبرت هاي الماية استمتعت. نطالع هذا اللي برا نسوي هذا الازرق ونقوله زدني لبنى نقوله ربطني يعني وبعدين ننزل يعني هيا شايفنا ايزي بيزي ايزي بيزي شغالة ومعلين لازم تكون حمرة وشي نطالع هذا برا وبعدين هي في ذاته ونطحن عليه حتى عيال ايوه فخومة Reading you loud and clear. How are you doing? Making progress, I think. Good. Listen, I wanted to ask, what do you remember before waking up? I don't. Not really. I think I was heading towards a job, a dig site in Scotland. I was in a helicopter with my team. And you don't remember what happened? No, I don't. Are you interrogating me, Emma? Because it sure as hell feels like it. Emma? God damn it, this stupid thing. I best continue. No. Another type. Ooh, hello. Interesting. It's like the structure itself can duplicate and grow. جبت الفكرة الثانية شوفوا
لك شغل شغل عبو شغل والله شغل جيت الفكرة توقع انه انا لازم نفس الاستقامة توقع لك ازمان اسوي اها وبعدين نسوي كل طارون يسعى دائما المحقق كونان يبدو واثقا شكلك انه الله الله لك ايش حال صرت محتنق هلا لازم نجيب علاوه هو رأيت كيف كده لا نفكر بغير طريقة طول بالك لا يخشى المحن والله شكله يا معلم ما بتوقع بلعب طري ولا طلعني والله دخلت من بالبساطة ولا طلعني يعمل جاهدا لا يخشى المحن المحقق كونان يبدو واثقا كونان 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 come across some exterior space. The storm has cleared up and, well, there's life here. There's water and plants. That's unexpected. This doesn't look accidental either. The structure of the space, the organization of it, it looks purposeful. It reminds me of my husband. In what way? Oh, he works with plants. He should move on, Billy, before another storm comes. Agreed. Speak soon. اتوقع لهون بكفي وبكون هون وصلنا نهاية الفيديو لا تنسوا تعطونا لايك واشتراك وتسلمنا كل يوم فيديو جديد وحلقة جديدة واكتبوا لنا بالتعليقات شو رايكم بالفيديوهات اللي عم نقدمها وشكرا لحسن المتابعة نشوفكم فيديو جديد باي باي نسيت اقول لكم فعلوا زر الجرس لانه في مشكلة باليوتيوب عم بتصير خلال اليومين هاي لان المشاهدات ما عم بتجيب ابدا الرقم حتى الحد الادنى من المتوسط حتى لو نشرت فيديوهات عادية فأرجو أن تفعلوا زر الجرس حتى يجيكم كل جديد وبس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وادفع على خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.